وللحديث عن قرار وزارة التربية إغلاق ممثليات مدارس النازحين في كردستان العراق، معنا عبر الهاتف الدكتور يحيى الطائي مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين في العراق للشؤون العامة. أهلا بك دكتور يحيى. بداية، لماذا لجأت وزارة التربية لهذا القرار وبهذا التوقيت على وجه التحديد، خصوصا وأن هناك عشرات آلاف الطلاب سيتأثرون بحسب تقريركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، حقيقة هذا القرار مستغرب جدا، لأنه لا في التوقيت ولا في الوضع، يعني الظروف الموضوعية لهذا القرار فقط مجرد خلق أزمات للمواطنين. كما تعلمون، يعني أكثر الإحصائيات تقول بأن عدد النازحين، يعني حسب الإحصائيات للمنظمات حقوق الإنسان، بين 1,200,000 إلى 1,400,000 إنسان. أما الأرقام اللي وزارة الهجرة والمهجرين تعطيها، فهذه ليست الأرقام للواقع الحقيقي، بل هي أرقام للمخيمات الواقعة تحت سلطتها التي تديرها هي فعليا. أما المخيمات الفعلية التي خارج سلطتها فالأعداد كما ذكرنا قبل قليل. نعم. إذن هي أزمة جديدة، الحكومة لا يعني تريد أن تزيد من أزمة المواطن، يعني المواطن هي لم تقدم للنازحين أي شيء سوى هذه المدارس التي أيضا هي يعني جزء من هذه المنظومة. أما المواد الغذائية والحالة الإنسانية الأخرى، الحكومة لم تعاني ذلك. ثم أن هذه الحكومة يعني هي تريد أن تهرب من أزماتها الداخلية ومن أزمة الصراع فيما بينها، وتحويل هذا الصراع إلى صراع آخر، وتشغل الناس بملف النازحين وغيرهم. دكتور يحيى، هل قدمت وزارة التربية حلولا بديلة لهؤلاء الطلاب؟ السؤال بصيغة أخرى، لماذا اعتبرتم في بيانكم هذا القرار عقابا جماعيا؟ أخي الكريم، اعتبرنا هذا عقابا جماعيا لأنه ليس فقط عقوبة للطالب، وإنما لعائلة الطالب. عائلة الطالب لماذا يعني هاجرت إلى هذه إلى مناطق النزوح؟ ثم أيضا عقوبة للأساتذة الذين يدرسون هؤلاء الطلاب. فهي عقوبة شملت ليس فقط الطالب، وإنما الأسرة التي ينتمي لها الطالب. هذه العوائل خرجت بفعل الظروف الأمنية التي حصلت، والدولة لم تقدم لهم أي شيء، حتى المستمسكات الرسمية عندما أرادوا استخراجها الحكومة لم تعطيهم هذا الحق، فبالتالي العقوبة جماعية. ثم أن هؤلاء يعني ماذا سيكون بعد ذلك؟ العقوبة ليس للطالب، الطالب سيحرم من الدراسة، وهذا أثره أيضا أثره على العائلة وأثره على المجتمع. طيب، بموجب الدستور الذي هم كتبوه بأيديهم يجب على الدولة أن تكفل حق التعلم، فبالتالي يجب على الحكومة أن تقدم التسهيلات لأن ينخرطوا هؤلاء في التعليم وفي الثقافة وغيرها. لا العكس من ذلك، هؤلاء أكثرهم يعني من المتوقع أنهم سوف لن يستطيعوا إكمال دراستهم، لا يستطيعون العودة إلى مدنهم، ولا يستطيعون العودة إلى قراهم، ولا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم الطبيعية في ظل بيوت مهدمة وسطوة ميليشيات، وأيضا قرى لا يسمح لهم العودة فيها. نعم. لكن هل تتوقعون سيد يحيى أن هناك تواطؤا بهذا القرار؟ أو بمعنى آخر، لماذا تحملون الأحزاب التي تحسب على السنة مسؤولية وتبعات هذا القرار على وجه التحديد؟ أخي الكريم، هم اشتركوا في العملية السياسية، ودائما يسوقون بأن الغاية من الاشتراك في العملية السياسية لهذه الأحزاب أو لهذه المكونات هي تخفيف الضرر وتقليل الضرر ما أمكن وتقديم الخدمات. لكن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما. يعني الآن نرى يعني وزارة التربية كما تعلم هي للمكون كما يقولون بهذه التسميات التي أرفضها. طيب، إذا كانت الوزارة التابعة لهذا المكون هي تحاول ظلم هذا المكون وتحاول أن تقسو عليه، فهذا يعطيك دلالة واضحة إلا أن وجود هؤلاء في العملية السياسية هو مجرد ديكور بائس ليعطي الشرعية لهذه العملية السياسية الفاشلة التي لم يجني منها العراقيون إلا مزيدا من الدمار والكوارث. دكتور يحيى، هل ترون بالفعل أن لدى الحكومة رؤية لحل ملف النازحين الذين تظاهروا للمطالبة بإلغاء القرار من أساسه؟ في الحقيقة أخي الكريم، يعني نحن تعودنا، وهذه لمدة 20 عاما، ودخلنا في العام 21، الحكومة لم تقدم أي حلا ناجعا ومفيدا لهذا الملف، بدليل لا تزال كثير من الملفات عالقة التي تخص النازحين والمهجرين.
فالحكومة ليست جادة في إيجاد حلول لهذه الشريحة، بل بالعكس هي تريد أن تضع غطاء أو غشاوة على أعين الناس حتى لا ترى هذه المشكلة الحقيقية. هم يريدون أن ينهون هذا ملف النازحين حتى يقولوا أن الحكومة تقوم بواجبها، بل هي عكس من ذلك، هي لم تقم بواجبها تجاه هؤلاء. نعم، في سؤالي الأخير إليك دكتور يحيى، من المستفيد باعتقادكم من إعادة كل هذه الضغوطات على النازحين الممنوعين من العودة أو أولئك المدمرة مناطقهم؟ والله أخي المستفيد الوحيد من هذا هو الحكومة والميليشيات، لأن تحاول أن تبيض صورتها، لأنه الآن عندما نعود إلى خارطة العودة، الآن هم يقولون بعودة النازحين، طيب إلى أين يعود؟ هناك ثلاث محاور، أما منازل مهدمة أو منازل تحت سلطة الميليشيات وقسم ممنوع أصلا العودة لها. يعني الآن عندما نأتي إلى مدن كثيرة، يعني على سبيل المثال الحصر، جرف الصخر، العوجة، يثرب، عزيز بلد، تزخر ماتو، قرى مكحول، العويسات، ذراع الدجلة، الثرثار، مجمع الفوسفات، قرى المقدادية، حوض العظيم، قرى السعدية، حوض الندى، جنوب قضاء بلد روز، ناحية كنعان، بوهرز، جنوب شرقي بعقوبة، كل هذه المناطق لا زال يعني الناس لا يستطيعون العودة إلى المنازل. أما منازل مهدمة وأما تحت سلطة الميليشيات ولا تسمح لهم بالعودة لها، أو قسم ثالث أنه هناك ممنوعين أصلا من العودة بقرار من الميليشيات وبقرار من الجهات الحكومية. الدكتور يحيى الطائن تفضل، لك أن تكمل الفكرة. فإذا أمام هذا الاستعراض نجد أنه سنتحول من أزمة إلى أزمة إنسانية، وليس فقط أزمة إنسانية وإنما هناك أزمة ستزيد، لأنه الميليشيات ستطارد هؤلاء، ستنال منهم، وأيضا هؤلاء الطلاب سيحرمون من الدراسة. نعم. ويحرمون من حياة حرة كريمة في هذا البلد. مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين في العراق للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي، شكرا جزيلا لك.